الأسعد دريدي غادر الملعب التونسي استقالة. شنو بالضبط التفاصيل الكل من عند المدرب الأسعد دريدي؟ مرحبا الأسعد. مرحبا بك يا حيدر. مرحبا بمستمعين مزيكا فهم. يعني تسأل الاستقالة ولا استقالة شنو شكلها بالنسبة لك؟ بالنسبة لي أنا إقالة جو ماتوندي معناها باش نتنحى معناها ممكن عندي شرط وأنا قاعد نستنى في الإقالة زي أنا ماتش القروان مشيت القروان أنا كنت عارف معناها بعد ماتش المتلوي اللي ربحناه اللي أنا باش نتنحى ما لقيت وسام مشيت خاطر جاتني معلومة وقالوا لي ما تمشيش مع المجموعة قلت لهم أنا باش نمشي نفضل إني معناها يقيلوني نخرج من جمعيتي وأنا مطرد خير ما خلي جمعية وأنا ونهرب من جمعيتي. بالنسبة لي أنا نحب نقوله أنا اللي در أول مرة في تاريخ الملعب التونسي مدرب معناه يدرب في ظروف اللي توفرت لي معناه في ظروف اللي كنت ندرب فيها أنا المينيموم بالنسبة لي أنا متوفرش. شو نقول أنا تويك الحمد لله أنا مقتنع بالشيء اللي عملته. نشكر الملاعبية اللي كانوا معي رجال معناه فرحان لي أنا خدمت في جمعية كبيرة كم ملعب التونسي لي جمعيتي لكن مالوريزمون ما كنتش نتصور معناه باش نبقى معناه العراقيل الكبيرة ذيك سرتو والجمعية كنت نستنى باش الناس توفر لي ومن بعد تحاسبني مالوريزمون وقت لي عراقيل عراقيل أصعد يعني بفعل فاعل وهم يقولوا ما عندهمش فلوس بيجيبوا جوارات ما فهمش الماديات ما فهمش يعني كما نقولوا الميزانيه الكافيه باش الملعب التونسي يجيب جوارات تنجم تخرجوا من السيتواسيون نتاعو هذا وضع طبيعي لكن اللي تحكي عليه انت هو عقبات يعني بفعل فاعل فما حاجه من هذا يا خويا انت كي تجي تشوف توا انت معناها جمعه كامله نحضر في ماتش وما تلقى معك حتى حد مسؤول في لونترينمون ابارسا معناها لي كونديسيون نترينيو فيهم كونديسيون تاع الخدمه نتكلم على التيران وعلى كل شيء نترينيو في التيران ما تنجمش تمشي فيه مش باش تلعب فيه نلعبوا 4-1 ما فماش حتى معناها الكعبه معناها فيتامين باش الملاعبيه تاخذوه الموتيفاسيون ماهيش موجوده بالنسبه للملاعبيه باش تقول لي انت وتقول لي من بعد لسعد الدريدي من بعد تنحي لسعد الدريدي تمشي توفر للمدرب اخر للملاعبيه وكل شيء ومن بعد تجي الفلوس مش لسعد الدريدي حسيت روحك خرجت من باب صغير لسعد انا والله مالوريزمون اللي عملته كل في الساد كنت نتمنى معناها خاطر انا كنت مقتنع بشيء نخدم فيه وكنت عارف روحي اللي انا لو جابوني الملاعبيه كنت عارف روحي باش ننجح نعرف روحي اللي قاعد نخدم وتنجموا تسالوا الملاعبيه اللي موجودين في الاستاد وانتم كي تشوفوا الفوليوم دو جو واللاعب اللي قاعد تعمل فيه الملعب التونسي معنا نفس المجموعه مع مدرب اخر خسرنا مع عملنا لونتان دو ماتش وخسرنا 4-2 مع مستقبل جابس معناها هذا الشيء هذا لازم الملاعبيه تعرفوا الملعب التونسي قاعد يتحسن من خذاها لسعد الدريدي شديت ملاعبيه ماهيش خالصه عندها 5 شهور ولعبوا وترناوا على خاطري انا وترناوا صباح وعشيه وكانوا ديسبليني ظهر لي المدرب اللي يعمل هذا كله على خاطر جمعيته وما ندخلش في ديتاي اخرين كان من المفروض نصبروا عليه ونفروا الملاعبيه ومن بعد نحاسبوه مالوريزمون ما صار الشيء هذا نتمنى كل خير لجمعيتي نشكر احباء الملعب التونسي اللي كانوا واقفين معايا بصراحه حتى لليوم معناها ثم برشا عباد كانوا ضد معناها لخروجي من بالطريقه هذه الملعب التونسي لكن انا شو نقول ملعب التونسي جمعيه كبيره ان شاء الله يا ربي معناها اللي باش يشد توا الفريق يلقى الظروف المناسبه باش ينجم يخرج الفريق من الوضعيه انا نقول ان شاء الله يا ربي يلقى واحد يشد ليكيب لاسعد شكرا ليك حتى نرجع للموضوع هذا يعطيك الصحه لاسعد الدريدي المدرب المقال من الملعب التونسي وكان تتسألوا على البديل انتم حباء الملعب التونسي وحيد الحدوسي وقتيا هو البديل بالنسبه للاتصالات مع نبيل كوكي ما نجحتش دونك المهمه التاليه بالنسبه لاداره الملعب التونسي هي البحث عن مدرب لتعويض لسعد الدريدي